فإذا ما رأيت مغيبه وراء الأفق فاذكريني. بعتيلي عشان انجح؟ بعتلك عشان ربنا يهدي مخك وتبطلي المذاكره والامتحانات اللي مالهاش لزوم ويرزقك بابن الحلال اللي يتجوزك ويسعدك. يعني دعيتي عليا؟ قلتلك 100 مره عمري ما هتجوز. مش انا اللي اقرا على رصيف الحياه زي العبيد في سوق الجواري مستنيه الراجل يشوفني واعجبه عشان يكسيه واكلني ويتحكم فيا؟ كل ده من الكتب والعلم والمدارس هي اللي تلفت كياني. انا عايز اعرف اخرتها ايه؟ خدت البكالوريا قلنا الحمد لله خلاص هنفرح بيها، وحكمت رايك تروحي الجامعه طوعناكي لغايه ما خدتي سلانس الاداب. ودلوقتي انا عايزه افهم انت بتذاكري في ايه؟ هيمتحنوكي بكره في ايه؟ بكره امتحان القبول في معهد الصحافه، واما انجح ان شاء الله غصب عني هقدم رساله عشان اخد الدكتوراه. هبقى الدكتوره منى. والدكتوراه دي مش كان يبقى احسن لو خدتيها في الطبيخ؟ في تربيه الضنا؟ في راحة الراجل وفرفشته؟ قصدك دكتوراه في الذل والعبودية؟ أنا بتعلم عشان أخلصكم الظلم ده، أحرر المرأة وأطالب بالمساواة. المرأة لازم تشتغل، لازم تبقى زي الراجل تمام. مستحيل. مفيش حاجة اسمها مستحيل. ومين يربي الأولاد ويشوف شغل البيت؟ الراجل. مين اللي يطبخ ويغسل؟ الراجل. مين اللي يحبل ويولد؟ الراجل. شفتي؟ أديك خرست. عايزه تغيري نظام الكون؟ ده ربنا خلقنا كده. برضه مش هتجوز، هتعلم يا ام جهل لحد ما ابقى اول وزيره في مصر، ومين عارف يمكن ابقى اول رئيسه وزاره في العالم. اكيد البت عندها وش. هروح اقول لمامتك توديكي للدكتور يكشف على مخك. تعالي هنا اديني ماما في حالها، محدش معاكنن عليا غيرك انت واللغه الانجليزيه. والمصيبه انها اول حاجه همتحن فيها بكره. يا رب انجح. يا رب تسقطي. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. تقضي على أمال المرأة في التخلص من استعبار الرجل لها. أيوة الكلمة دي في الموضوع الأول ودي في الموضوع الثاني. لو كنت تعرف معناهم كنت جاوبت ونجحت وكان تم على إيدي تحقيق مبدأ المساواة. تعرف معناهم؟ أعرف. مستني إيه بتقول؟ ممنوع. راجل أناني زيك زي الحلوف اللي على شمالي ده. إيه؟
طب روح اقعد محل بقلع عشان يفتكروك بتغش مني ويحرموك من الامتحان. ما تروحي هنا، انا مراقب في اللجنه. انت عندك اعتراض؟ ابدا، انا متاسفه يا استاذ، افتكرتك طالب اصلك. شي انت بلاوي، حد كلمك؟ حاولي تجاوبي، الوقت بيفوت. اجاوب ازاي؟ لا دي ولا دي، زي ما قلت لك مفيش امل، دايما المراه ملهاش بخت. ما انتش عارفه يعني ايه كاليكاليزم؟ لا. يعني political or social violent upheaval. طب والكلمه الثانيه؟ كفايه كده، المطلوب انك تختاري موضوع من الاثنين وتجاوبي عليه. اكتبي بقى. بس بيفتكري لما تحرري المراه ان ده برضه كان بمساعده الراجل. اتفضلي اتفضلي. محسوبك الدكتور سماحه الجندي. انت عندك دكتوراه؟ خريج الطب البيطري، مصمم اخد دكتوراه في الصحافه عشان ابقى الدكتور دكتور سماحه الجندي. اتنين دكتور؟ يا دوبك. محسوبتك منى فهمي، ليسانس اداب قسم الفلسفه. غريب، ايه علاقه الفلسفه بالصحافه؟ عندك حق، اصل الطب البيطري اقرب للصحافه. قول لي يا دكتور سماجه. سماحه من فضلك. متاسفه غلطت في نقطه، مش حاجه. أول محاضرة عندنا إيه النهاردة؟ إنجليزي. يا ساتر، أول أصيل أكفر. ليه؟ أصل ما هتموش أبداً. على العموم دي محاضرة واحدة في الجمعة، كل يوم أربع، وعلى بختك اللي هدرسنا المستر ليه راجل طيب وعلى نياته، تقدري تنامي وتشخري ولا حد يحس بك أبداً. جود أفترنون. ده جاي هنا يعمل إيه ده؟ المستر لي لسه في الاجازه في اوروبا، وانا هبتدي معاكم لغايه ما يرجع. هو ده اللي هيدرس لنا انجليزي؟ استاذ كمال خريج كامبريدج. كامبريدج الابتدائيه. ادخلي. انا متاسفه اللي اتاخرت. اتفضلي. هاي زينب. من فضلك الحاجات دي ممنوعه اثناء المحاضره، ابقي تعالي بدري عشان تقدري تسلمي على صديقاتك زي ما انت عايزه. انا متاسفه. هو ابتداها بالانزحة. هو زملة هدومه قدامنا. أنا هوزع عليكم كشف بالمقرر وأسماء المراجع اللي لازم تكون موجودة عند كل واحد منكم، وهي حوالي 30 كتاب. ولازم نقرأ المراجع دي كلها؟ المفروض كده. واللي مش مفروض؟ إنك ما تقرهاش وبعدين تسقط. وأفتكر مش دايما الواحد يلاقي اللي يقول له معنى الكلمات اللي ما يعرفهاش في الامتحان عشان ينجح. انكبست ليه؟ خدي روقي دمك. بقى شفت العرجوز الانجليزي في كازينو اصلميل قبل ما تيجي؟ ايوه، وامبارح كمان يظهر انه بيقعد هناك دايما لوحده، لحد ما قلت كان لوحده بيقرا. تلاقيه كان بيذاكر في المحاضره اللي هيقولها لنا النهارده عشان ما يتلخمش. منى انت لسه بتقلبي في الشاي؟ مستعجله على ايه؟ فاضل 3 دقايق على المحاضره، بعدين تتاخري وتديله فرصه يكبسك زي المره اللي فاتت. المره دي مش هسكت له ابدا، انا طول الجمعه بفكر ازاي اخلص طاري. روحي انت اذا كنت خايفه مني. شد حيلك، يظهر اننا هنتفرج النهارده كويس. والطبيعة هي السنة الحقيقية للحياة الإنسانية، وعدم المساواة هي قاعدة الطبيعة. أما العرف فيطالب الناس بالمساواة. والقوة في كاليكليز هي قوة الجسم والعقل، ولو نهض السوبرمان في قوته فسيلغي سيطرة القطيع وسيتجلى فيه عدل الطبيعة. المحاضرة ابتدت بقى لها أكتر من ربع ساعة. اتفضلي. أصل يا دوبك لسه مخلصة دلوقتي. مخلصة إيه؟ الشقة. الشرة.
شارع ايه؟ المراجع اللي حضرتك مصمم اننا نقراها كلها 30 كتاب، لو كل كتاب ياخد ما بين تدوير وبصال 3 ساعات مع خصم وقت الاكل والنوم يبقى دوبك اخلص دلوقتي لو ابتديت من يوم الاربعاء اللي فات. احسبها بقى. اضحك ما تحش نفسك، حضرتك تقدر تضحك زي ما انت عايز. الاساتذه بتحرم الضحك على الطلبه، لكن الطلبه ما بتحرمهوش على الاساتذه. طب اتفضلي بقى. ودلوقتي هنعيد اللي قلناه عشان خاطر الانسه، ومن فضلكم ما حدش يتاخر عن المحاضرات بعد كده ويتحجج باسباب تافهه زي ما بيعملوا التلامذه في ابتدائي. يرد على كامبريدج الابتدائيه. احنا وقفنا عند اللي بيقوله مذهب كانكليز عن المساواه. كانكليز بيقول ان القوه هي كل حاجه وما بيعترفش بالمساواه، فللقوي السيطره، والقانون والعرف بس هما اللي بيعترفوا بالمساواه لحمايه الضعيف، وعدم المساواه هي قاعدة الطبيعة. معنى كده ان الراجل بما انه قوي والست ضعيفة له يسيطر عليه ويتحكم فيها، وده رأي غلط. المساواة قانون وعرف وطبيعة. اولا لازم تتكلمي بالانجليزي. حضرتك بتتكلم بالعربي ولا ده برضه محرم على الطلبة زي الضحك؟ انا اقدر اتكلم بالانجليزي زي العربي بالظبط، لكن انتم لا، ولازم تتكلموا بالانجليزي علشان لسانكم يتعود، ولما تغلطوا انا وظيفتي اصحح لكم الغلط. حضرتك عارف اني ضعيفة في الانجليزي، وعشان اترجم اللي قلته محتاجه القاموس، وحتى لو كان معايا على بال ما ترجم الكلام تكون المحاضره خلصت. انت ظلمت نفسك اللي دخلت المعهد ده. ده مش ذنب، ده ذنب اللي نجحني في الامتحان. وعلى العموم انا اوعد حضرتك اني هعمل كل جهدي عشان اتكلم بالانجليزي، بس مش المره دي، لان مش هقدر اعبر عن رايي في مذهب كاليكليس كويس الا بالعربي. اتفضلي. المذهب ده رابعي ولازم يلغوه من المقرر. الست في العصر الحديث لازم تكون زي الراجل تمام، ومساواة بينهم حق طبيعي في كل نواحي الحياة. أنا معاك، بس مش ممكن بكل النواحي. الست اتخلقت مختلفة عن الراجل، وفي حاجات تمنع المساواة بينهم. قصد حضرتك الحبل والولادة زي ما بتقول ده أم جهل. إذا كلمتي مرة تانية بالطريقة والألفاظ دي أنا هضطر أحرمك من حضور محاضراتي. اتفضلي يا عودي. ولا يهمك، بكرة يغور المستر دي راجع أول الشهر. يعني فاضل له أربع محاضرات معانا بس؟ أيوه. معلش، كل أربع لناظره قريب. رواق مال، اشربي كوكاكولا ولا سباتس؟ Good afternoon. فين صاحبتك العنبوية؟ قصدك منى؟ ما جاتش النهارده بس، لكن كل يوم كانت بتيجي لحد امبارح. متشكر. انت فاهم ان المدخنه الانجليزي دي والنضاره هما اللي هيخلوا التلامذه تخاف منك وتهابك؟ تعب نفسك على الفاضي يا ابني. مفيش بوسطه النهارده بعد الظهر يا حاج. مستعجل على ايه؟ على قدوم الخير يا ابني. اعقل المال وريحني وريح ابوك. يعني لازم تتجوز الإنجليزية؟ يا حاج دي ساعدتني كتير وانا غريب في بلدها، قعدت 3 شهور وانا عيان سهرانه جنبي، وانا وعدتها بالجواز، ازاي بس اتخلى عنها دلوقتي؟ يرضيك ان الانجليزيه تفتكر ان المصريين ناس ما بيحافظوش على كلمتهم ولا يوفوش بعهدهم؟ ما هو ده اللي مسكت ابوك ومسكتني. قولي ايه اخبار تلمستك الغلبويه؟ بتيجي المعهد كل يوم ما عدا يوم الاربعاء اللي فيه محاضرتي. يعني النهارده كمان ما جاتش؟ ايوه، ده تاني اربع تغيب فيه. تبقى قصدك قاطع حصتك. طبعا.
عملتها من نفسها بدل ما تعملها انت فيها. يا حاجة انا كان قصدي اخوفها بس. لكن هي خدتها جد. ما هو ده اللي مضايقني. بيتهيألي اروح المعهد بكرة اكلمها. تقول لها ايه؟ حقك عليا؟ افهمها انه ما كانش قصدي. بس انا خايف من سنة الطلبة. بعدين ما اخلصش منهم. يبقى عندهم حق. ده انا نفسي ابتديت اشك في الموضوع. لازم ترسي على بر يا ابني. يا تحب بالانجليزي يا تحب بالعربي. ادخل. منى الغلبوية. انا ما اقصدش عشان كده زعلتي. ابدا. الفراش بيقول ان حضرتك عايزني. ايوه. عشان مصلحتك. لو استمرتي ما تجيش المحاضرات جايز تسقطي. كنت عايزني عشان كده بس. لا في حاجه كمان. احب انك تنسي كل اللي حصل بينا من سوء تفاهم ونبتدي صفحه بينا من جديد. انا نسيت من يوميها كل حاجه. امال ليه قطعتي محاضراتي؟ اول مره كنت عيانه وتاني مره ماما تعانت مني. انا ما استغناش ابدا عن محاضرات الانجليزي خصوصا اني ضعيفه فيه. انا مستعد اساعدك. ازاي؟ بالقرايه. لازم تقري كتير. خدي ادي كتاب شعر انجليزي لطيف وسهل. انا اقرا شعر انجليزي؟ ده انت متفائل قوي. لازم تحاولي. طيب واذا لقيت كده كلمه او كلمتين معرفش معانيهم مين اللي هيقول لي عليهم؟ انا برضه. عشان كده انت ضعيفه بالانجليزي بتقريب المقلوب. اتفضل اتفضل. اللي يشوفنا يقول اننا متوعدين نتقابل هنا. It fell on a day and the bonnie said my day when green grew ate some barley that there fell out a great dispute. Away in Scotch. أظن فهمتي دلوقتي كنت سرحانة في إيه؟ حاجة تضحك؟ فعلا. إيه هي؟ كنت بفكر في رأيي القديم فيك. كده؟ أنا أحب أعرفه. لا 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 بعدين تزعل مني. أنا حرمت أزعل منك. قولي. أنا كمان كان ليا رأي فيكي، هقولهولك بعد ما أعرف رأيك. أولا كنت مستقلياك في عيني. وثانيا أما عرفت إنك خريج كامبريدج قلت دي لازم كامبريدج الابتدائية. وثالثا؟ ثالثا واخيرا بس احنا اتفقنا ما فيناش من زعل. قولي قولي. كنت مسمياك الاراجوز الانجليزي. اراجوز؟ اه البايب والبدلة والكرافتة والعربية كلها حاجات انجليزي. قلت كمان مش بعيد يكون متجوز واحدة انجليزية.
ابدا، بس انا مضطر اقوم حالا، اصلي كنت ناسي ميعاد مهم. من غير ما تقولي رايك فيا مره تانية. امتى؟ خليها للظروف. تقصد للصدفه؟ يمكن، عن اذن. طب واذا كان في حاجه تانية مش فاهمها في الكتاب؟ ابي استعملي القاموس. افرد وشك بلاش تبويس. خد يا سيدي جالك جواب انجليزي. خلاص يا حاج، خلاص الحمد لله. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه. مكروه يا حاج؟ ده انا هتجوز. ما انا عارف انك هتتجوز، وبسلامتها هتشرف امتى علشان نفرش الارض رمل ونعلق التعاليق؟ التعاليق دي لازم تتعلق والرمل فرشوه، انما بسلامتها مش هتشرف ابدا. ايه بتقول؟ مش، ايوه مش، بسلامتها اتجوزت ابن عمها وسعيده، وبتتمنى لي السعاده انا كمان. الحمد لله. الله، امال انت هتتجوز مين؟ هتجوز بالعربي. ايه الغلباوية؟ هو في غيرها؟ تفتكر اروح لها المعهد بكره؟ بس انا ما عنديش محاضرات. ايه ما رحتلهاش انت؟ هروح لها انا بنفسي، على الاقل اشوفها وابوس ايديها اللي خلصتنا من الاذيه من الاحتلال البريطاني. الله اكبر، الله اكبر. نهارك سعيد. الفراش بيقول ان حضرتك عايزني. ايوه، انا عايز اقابلك ضروري بعد ما تخلصي. ليه؟ هقول لك حاجه مهمه هتخليكي ترضي عني تاني. اجيب معايا كتاب الشعر؟ لا، مفيش داعي. طيب منى، ما قلناش هنتقابل فين؟ في الحته اللي بتقعد فيها بعد ما تخرج من الكليه، اللي اتقابلنا فيها. اتأخرت عليك سنين. مش فاهمه. دي بالعربي مش بالانجليزي، فهمي بقى. الاستاذ عاجز عن الشرح؟ لأول مرة عايز أقول حاجات كتير، لكن مش عارف أبتدي منين. على كل حال في سؤال واحد، وعليه هيتوقف إذا كنت هتكلم ولا لأ. اسأل. اسأل يا أستاذ. إذا قلت لك تتجوزيني توافقي؟ جاوبي، دول كلمتين، يا آه يا لأ. مش عارفة أقول إيه، غشش. قولي يس، يعني أيوه. أيوه يا كمال. الحمد لله. ايه تاني؟ ده انت خدتني بدوكه كده جواز على طول من غير غرامه. هي ام عشان احنا في عصر السرعه مفيش وقت للكلام الفارغ. طب وماما ازاي اوافق من غير ما اخد رايها الاول؟ ما انا كمان زيك ما خدتش راي بابا لانه مسافر، لكن تاكدي انهم هيباركوا جوازنا، خصوصا الحاج اللي هيطير من الفرح لما يعرف انك وافقت. حاج مين؟ اللي مربيني وكنت بشتكي له منك، ده هيتجنن عشان اشوف. استنى يا كمال، انا ليا صوره انا وماما بس وانا صغيره، تقدر توريها له؟ وريني. بس ما تضحكش عليا. ما تخافيش، يا ريتك سبت ضفايرك زي الصوره على طول. دكتوره بضفاير؟ ده ما يناسبش مركزي ابدا. مركزك؟ مركزك في البيت يا هاني. ليه؟ مش هكمل دراستي؟ لا، هيكون عندك دراسه اهم، بيتك واولادك وانا. والدكتوراه؟ اخدها لك انا برضه. والحزب النسائي؟ اتنازلي عنه. ورئاسه الوزراء؟ مره واحده، دي فيها نظر، اخدها لك انا. يا حاج. ايه قابلتها؟ وافقت بالحضن. الف مبروك يا كمال يا ابني، عشت وهشوفك عريس وتشوف ولادنا ولاد ولادنا في حياتك ان شاء الله. عملت ايه؟ ركحتها ديز وطلبت ايدها؟ انا كبستها زي ما كنت بعمل في المحاضرات لما تلبك معايا، ما عرفتش ترد سلمت على طول. لا حمش، ما جبتهاش معاك ليه؟ وده معقول برضه؟ مش لما اطلبها من اهلها رسمي انا جبت لك صورتها معايا. هي فين؟ اهي، بس وهي صغيره مع امها. القعدة دي تبقى امها؟ ايوه. يعني انت خطبت بنتها؟ بنت مين؟ انت تعرف الست اللي في الصورة دي؟ الست اللي في الصورة دي تبقى امك. امي؟ انت جننت يا حاج ولا بتهزر؟ انت عارف ان امي ماتت وهي بتولدني، انت وبابا اللي قلتولي الكلام ده، مظبوط ولا لا؟ لما يجي ابوك ابقى اسأله. قلت لمامتي؟ طبعا.
طبعا وافقت وقالت عليك جوز بنتها. انا كمان متاكد ان بابا هيطير من الفرح بمرتب. والحاج؟ الحاج بعيد عنك الجلد. ليه؟ تعرفي قليل لما شاف صورتك انت ومامتك وحشه. يا ريت هو ما قالش حاجه عليك انت. على ماما اخص علي انا مخصمه. امك انت دي نكته طبعا مش كده؟ ابدا لو شفت وشه لما شاف الصوره ما تقوليش كده. يمكن امك شبه امي ويخلق من شبه البعين. ثم انت مش قلت ان والدتك ماتت الله يرحمها؟ ايوه لكن انا مامتي عايشه ربنا يديها طول العمر. ايه رايك بقى؟ معرفش يا منى انا بقول لك اللي حصل. انا لازم اقول الحكايه دي لماما واشوفها ازاي تخلف من ورايا. قابلت خطيبك؟ ايوه بيسلم عليكي وبيستاذن من حضرتك عشان يجي يزورك بس اول ما والدي يرجع من السفر. اهلا وسهلا. على فكره مش اتضح ان يقرب لنا؟ يقرب لنا احنا؟ ايوه بس من بعيد. يقرب لنا ايه بقى؟ يبقى ابني. ايه الهزار البايخ ده؟ الحاج بيقول كده. ايوه اللي مربي كمان بعد موت امه اول ما شاف صورتك وشه اصفر وقال له ان دي صوره امك. اسمه كمال ايه خطيب الجامل؟ كمال ابراهيم. في مالك يا ماما؟ ماما قولي لي الحقيقه كمال ابنك؟ ماما ردي عليا ما تسيبينيش كده حرام عليكي. حرام عليا انا؟ انا اللي خليتك تحبيه هو بالذات من وسط الملايين دي كلها. يعني كمال ابنك؟ انا مش عارفه افهمك ازاي. صعب عليا قوي. صعب عليا اتكلم في ماضي مات من زمان من سنين طويله اطول من عمري. مستحيل يكون اخويا. لازم انت غلطانه والحاجة كمان. مش كده يا ماما مش كده. هتعرفي كل حاجه يا ماما هتعرفي كل حاجه. فيها كل اللي عاوزة تعرفيه. فيها قصة كتبها إنسان لكن ما كتبش نهايتها. كملتها أنا وزودت كل اللي ما كانش عارفه. دي قصتي أنا وهو. اقريها وانت هتفهمي كل حاجة. أخيرا أمسكت بقلمي. الصديق الوحيد الذي بقي على وفائه لي. وشرعت في كتابة قصتنا أنا وأنت. القصة الأخيرة كما اتفقنا على تسميتها. ولا أدري كيف ستصل إليك وهل ستقرئينها أم لا. كانت ساعة غروب الشمس وكان القرص الأحمر الدامي يخي وراء الأفق. ولحظة امتزاج الليل والنهار زفاف لهما تفرح له السماء. وأحصى أنا فيه بهدوء وراحة نفسية. كنت مستغرقا في مراقبة ذلك المشهد الخالد كعادتي كل يوم. ونظرت ورأيتك ملاك جميل رقيق يتأمل مثلي. وقد أمسكت بين يديك بشيء أعرفه وأحبه. إنه أحد مؤلفاتي. أكد لي الكتاب إحساسي بأننا صديقان في الغيب قريبان على البعد. إيه يا أستاذ محمود سبتنا وقاعد لوحدك هنا ليه؟ عاوز غروب الشمس يحيلك بقصة جديدة؟ منى. اسمها منى؟ ايوه. اول مره تيجي فيها النادي وتكتشف اجمل ما فيه. عرفت تختار
منى فعلا وحي جميل لكاتب بيدور على قصة غريبة. تعرفيها طبعا. ومين ما يعرفهاش؟ كل النادي بيتمنى صداقتها، وكل الشبان بيترجوا ابتسامة منها، حتى منعم اخويا بيموت فيها. وهي؟ هي بعيدة عن كل الناس، حياتها الموسيقى، تلمستي في البيانو، وصديقها الكتاب، بتقرا لك كتير. تلميذة؟ ايوه. بنت مين؟ منى يتيمة، عايشة مع عمها، سامح لطفي، موظف كبير في وزارة المالية. ربي يديني سام، تعالوا كلكم لقيتها. موني دارلينج دوختين عليك. قلت لك 100 مرة كلمة دارلينج دي ما تقولهاليش أنا يا إبراهيم. ثم أنا اسمي منى مش موني، منى. ودي حاجة زعلت من جوه يا منى. أنا اسمي فكرية يقولوا لي بيكي، وأمل ودولة بنات عمك بيقولوا لهم مول ودول. كل الناس المثقفين كده دلوقتي. المثقف ما يتبراش من جنسيته. واللي غير اسمه أحسن له يغير بلده كمان. منى بليز، كل واحد منهم معاه صاحبته بيرقص معاها، وأنا أعمل إيه؟ اتفرج عليه. وأنتِ؟ أنا لازم أخلص الكتاب اللي في إيدي ده. انتي ما بتزهقيش من القراية؟ مش كفاية المدرسة طول السنة؟ وانا حاولت اقرا الحاجات اللي بتقراها ومنى ما فهمتش حاجة ابدا. عندك حق، في حاجات كتير ما تتفهمش لكن تتحس. حد يسيب الروم ما بتقراش ولا واحد يقرا الكتاب؟ وايه اللي غصبكم؟ ما تتفضلوا تروحوا انتوا. انا قلت لكم مش هترضى تيجي معانا ما سمعتوش كلامي، وجرجرتونا وراكوا عشان خاطرها من غير فايدة. يا جماعة سامعين مزيكا؟ الصورة هتخلص، انا جسمي بياكلني. يلا بينا يسمع. يلا يا جماعة الصورة هتخلص. بوبي مش هتيجي معانا؟ الا مش هيجي طبعا، هيروح. يلا يا بوبي انا هحصلك. ايه رايك؟ لو دي عمها اقل من حياه بكتير. تعال. هلو منى. اهلا ابله امينه. خلصت الروايه؟ لسه اهم جزء، الجزء الاخير. تسمحي انا ممكن احكي لك اللي فاضل؟ افضل اقرا بنفسي. ما تخافيش ده انا بحكي كويس. لو كانت حددت الشاطر حسن كان يبقى كتر خيرك، لكن تحكي لي قصه مكتوبه مش معقول. ليه؟ لأن القراية نفسها لها لذة خاصة، تخليك تعيش مع الكاتب بأسلوبه وفلسفته في الحياة وطريقة تفكيره، وهي دي العوامل المهمة اللي بتقوم عليها القصة المكتوبة. ظهر القصة دي عجبتك؟ فعلاً، كل قصص الكاتب ده بتعجبني. أنا شخصياً ما عجبتنيش. الناس أذواق، يمكن ما فهمتهاش من أول مرة. أنصحك تقراها تاني. أحاول، وعلى كل حال أنا أحسد محمود علشان دفاعك عنه بالحرارة. أنت تعرفه؟ إحنا أصدقاء العمر كله، عمرنا ما افترناش عن بعض لا ليل ولا نهار. الأستاذ سيد علي صحفي وصديقي. تشرفت. لكن إزاي يبقى صديقك وتطعم فيه بالشكل ده؟ ده رأيي الشخصي، أنا أقدر أعرفك بيه، ويمكن صداقتك أنت له تكون أحسن من صداقتي. يا ريت. خلاص أنا هتفق معاه واتصل بأمين هانم علشان تقول لي. جرى يا جماعة؟ أنا زعلتكم في حاجة؟ سايبين الواحد في وسط الناس دي كلها؟ آه علشان كده، علشان القمر. وانت يا سي الله ايه ده؟ اصلا انا والاستاذ سيد لقينا منى قاعده لوحدها، قعدنا معاها شويه. استاذ سيد؟ مين الاستاذ سيد؟ الاستاذ سيد علي، ما انتش عارف الاستاذ سيد علي؟ الاستاذ سيد علي، اهلا استاذ سيد علي، تشرفنا يا استاذ سيد علي. اللي على فكره ما حدش شاف الاستاذ محمود فهمي. هو هنا؟ هو كان جاي وبعدين غير فكره. احسن، هيبقى هو وكتبه كمان. الغروب تاليف محمود فهمي. طز. وبعدين عيب تتكلم على الناس اثناء غيابك. ناس مين يا استاذ؟ هو ده ناس؟ ده حيوان. لا 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 انت زودتها قوي. وما يصحش كده. ايه انت تعرفيه؟ لا ولا عمري شفته. احسن، ما تشوفيش وحش، هتشوفي ايه حصره؟ بتاع مكعبر قد كده وتخينه، كرشه نازل لحد رجليه. وصاير قد كده وراسه زلابطه وحاطط طقم اسنان. لا يا استاذ ما تتلم بقى. انت مالك انت يا اخي؟ حد جاب سيرتك؟ نهايته خلينا في القمر. مش هنقوم نخش جوه علشان ترقصي معايا يا منى؟ تاني ما تعقل يا منى. اعقل؟ هو انا بقى فيا ريحه العقل؟ تقدري تقولي لي ازاي يبقى في حفله ومنى الحلوه مش فيها؟ قومي يلا بينا. وحان موعد لقائنا الثاني لأقدمك إلى نفسي. أنا تأخرت عليك. لا أبدا، أنا اللي جيت بدري وأنت كمان. أمال فين الأستاذ محمود؟
هو اعتذر عن الحضور، الظاهر انه اكل اكله جامده كبست على معدته. خساره، كان نفسي اشوفه. احساسي بيقول لي انك انت وعبد المنعم كنتوا بتتعمدوا تشويه الصوره اللي رسمها له في خيالي. اقدر اعرف ايه هي الصوره دي؟ متخيلاه زي فرسان الاحلام، في ايده بدل السيف قلم بيوصل للقلوب، عينيه فيها حزن، بتحكي عن احساس عميق مرعب، وشعره ابيض زي هاله النور. لو شفتيه هتعرفي قد ايه الواقع بيبدد سحب الخيال. الاحساس اذا ارتبط بالخيال ما يغلطش للدرجه دي. انا ممكن اتصور انه زيك مثلا، لكن يستحيل يكون بالصوره اللي وصفتها لي. انا اعرفه، انا عشت معاه. فين؟ في كتبه، في كل معنى، في كل كلمه. انا بحس انه اقرب لي من كل الناس اللي حواليا، رغم اني عمري ما شفته. لا تبقي شفتيه بس بقلبك مش بعينيكي. الصله اللي بيني وبينه اساسها كتبه مش شخصه. وهو المؤلف اللي بيكتب كل كلمه بدمه واعصابه. ما مسش قلبك؟ انا لو مطرحه اغير من كتبه. هو مش ناقصني، كفايه عليه بطلات قصصه، كل واحده منهم كان لازم لها دور في حياته. مش جايز كل الادوار دي انتهت في نفس اليوم اللي ابتدت فيه، وانه كمل قصصه عنه من خياله، لانه لسه بيدور على الانسان اللي يكتب عنها قصه قلبه الاخيره. محمود لسه بيدور عليها، علشان كده هو دايما يقول انا ببيع الحب للناس، لكن مش عارف اشتريه لنفسي. يا ريتو جه، كان نفسي اشوف. هو اشترك في النادي خلاص علشان يقدر يشوفك دايما. لكن ده ما يعرفنيش وعمره ما شافني. لا ابدا، ده شافك في خياله واحلامه، كان طول عمره بيدور عليكي واخيرا لقاكي. هو قال لك الكلام ده؟ ايوه. وازاي يقول لك كده؟ لاني انا وهو واحد. ايوه انا محمود فهمي. منى واحترت ماذا افعل؟ أبعد كل هذه السنين الخاوية التي عشتها أبحث عنك، أفقدك يوم أن أجدك؟ وفجأة لاحت لي بارقة أمل في كتابي الجديد الذي كنت قد أحضرته معي لأهديه إليك. مع السلامة. مع السلامة مدموزيل منى. ده ما فيه الصور. لو أدركت ذلك لما فررتي ولما خجلتي، فكفى ما ضاع من عمري. هذا كتابي أهديه إليك، ولو استطعت لأهديت إليك كل نفسي. منى إيه؟ مش هتروحي معانا النادي؟ لا. طيب والبارتي بتاع أمينة هانم بالليل؟ أوعي تقولي إنك مش رايحة؟ يجرى ايه يعني لو ما رحتش؟ ما تبقي ثقيلة، لو ما رحتش مفيش حد من الشباك هيروح. طيب انا هسبقكوا على هناك عشان اخد درس البيانو. طيب جرى ايه يا بنات؟ مفيش هدنة بعد الغدا؟ هو انتوا مش زي منى؟ البركة في منى، ما حدش استريح لنا. مالك يا عم؟ بتحصل على بناتي. كان يجرى ايه لو طلعوا عاقلين وراكزين زيك؟ وانا مش بنتك برضو يعني؟ طبعا يا منى، انتي حاسه اني بفرق بينك وبينهم في اي حاجه؟ ابدا. قولي لي يا منى، ايه رايك في ابراهيم؟ صاحبنا اللي فين؟ ايوه. بتسال ليه يعني؟ اصل ابوه لمح لي النهارده يظهر انه عاوز يخطبك له. وقلت له ايه؟ قلت له لازم اسالك قبل. كفايه اقول لك ان اسمه ابراهيم ومسمي نفسه بوبي عشان تعرف رايي يا عم. كمان انا عايزه اكمل دراستي، والبركة في أمل ودولة. ما هو ما طلبش حد منك يا بنتي، ده طلبك انت. بكرة يجي لهم أحسن منك. بكرة كان نفسي أرضيك يا عمي، لكن أنا دايما راضي عنك. لم يكن رفضي بسبب محمود، فقد كنت أعلم من قبل أن ألقاه أنه محرم علي من بين الناس جميعا. كنت أعيش لأول مرة في قصة حب يكتب الواقع للخيال كل حرف فيها.
وكان وجودك المفاجئ في حياتي يصطدم بواقع مرير أعيش فيه، فقد كنت زوجا لابنة عمي منذ 20 عاما، 20 عاما بلا حب، بلا حياة، بلا حرارة. ليه قمتي من سريرك يا فاطمة؟ أصل عبده عنده أجازة ومفيش حد يعمل لك القهوة. أنا متأسفة، خسرت لك اللي كتبته. فداكي، بس ما كانش في داعي إنك تتعبي نفسك. أنت لازم تستريحي. ما أنا زهقت من كتر النوم والراحة. معلش، لازم كده. علشان أنت عيانة دلوقتي. أنا طول عمري عيانة، إمتى كنت كويسة؟ بكرة تخفي. بكرة؟ 20 سنة وأنا بسمع الكلمة دي، هو فين بكرة ده؟ اللي في حالتك لازم يتعالج في المستشفى، لكن انت مش عاوزه تسمعي كلامي. الموت عندي افضل من المستشفى. انت خلاص زهقت مني، عشان كده عاوز تبعد عني واروح المستشفى. انت حسيتي مره مني قبل كده طول حياتنا مع بعض ان انا متضايق منك؟ انا صحيح جهله ما اعرفش اقرا ولا اكتب، لكن بفهم. تقدر تقول لي ايه معله وعادك لوحدك في المكتب ليل ونهار؟ انت متجوز الكتابه يا محمود مش متجوزني انا. الكتابه حياتي يا فاطمه، أرجوك تفهميني. أنا جربت أفهم إيه اللي بتكتبه. خليت أمينة هانم تقرأ لي شوية في رواية من بتوعك، ففهمت السطر واحد من اللي أنت كاتبه. يا ريت أموت عشان تخلص مني ومن قرفي. أنا عمري ما قصرت في حقك، ما تخلينيش أحس النجاح ناكر للجميل. أنا بحبك وبحترمك وما أقدرش أستغنى عنك أبدا. وأنا كمان يا محمود، غصب عني أعصابي فلتت مني. توعديني ما تقوليش الكلام ده تاني مرة؟ خلاص، دي آخر مرة. طيب، روح بقى عشان تستريح. كان أبي يعلم، وكنت أرى في عينيه دائما نظرة أسف وندم، وكأنه يعتذر لي عما بدر منه منذ 20 عاما. المصارين يا ستي وصلوا. يبقى ده منى. منى وانت يا بوبي بيهوهو عليكي، حد يعزم تلاقيه زي دول في بيته؟ حيوانات. اهلا، ازيك يا اخي منى؟ شيل الرؤوس معايا. مش ممكن، ده انا احسن واحد رسميك في مصر. لا منى، ارقص معايا انا. لا لا انت ولا انت ولا انت ولا انا هرقص مع بوبي. يوهو، طب انتوا هترقصوا معايا. طب انت راجل. اه ما هو عشان كده. زد ايلك يا بوبي. انا برقص معاك على شرط. شرط ايه؟ بعد الرقصه دي ترقص مع امال ودولة وتنسى خالص اني موجود. ازاي بقى؟ يا توافق يا ما ارقصش معاك. توافق لكن غصب عني. اجي معاكي، اجي معاكي. احنا اتفقنا على ايه؟ الانجينير مافارول. اخيرا جيت. مستنيكي من بدري. انا كنت عارف انك هتهربي منهم ومن جوهم وتدوري على الهدوء والتأمل، ودي الحته الوحيده اللي هتلاقي فيها اللي انت بتدوري عليه. وقاعد في الضلمه ليه؟ حابس نفسي في انتظار حكمك علي، يعيش بقيه حياتي في الضلمه، يخرج للنور. انا مسامحك. تعرف سامحتك ليه؟ عشان الصوره اللي في خيالي ما اتشوهتش. وانا كمان دلوقتي اتاكدت انك انت اللي بدور عليكي طول عمرك. منى اللي دايما تسامح وما تعرفش تخاصم.
أرجوك ما تستغلش تصريحاتي اللي قلتها لك وأنا ما أعرفش إنك محمود. أنت قلتيها خلاص. إديني فرصة أقول أنا كمان أكتر من اللي أنت قلتيه. أستاذ محمود. محمود حاف. أجمل يا منى. محمود. كتر خيرك. هتعمل إيه؟ هشوف مستقبلي في إيدك. حقرا كفك. منى. أنا مش شايف. الله يخليك. وكان القدر كريما إلى حد التبذير، فسمح لي في نفس المساء بخلوة أخرى. فإذا بك تمنحيني نعمة قبول توصيلك إلى منزلك بعد اعتذارك عن تكملة الحفلة الصاخبة بحجة الصداع المفاجئ الذي ألم برأسي. عايزك تكلميني عن نفسك يا منى، وخايف تفوتني كلمة واحدة. هقول لك ايه، أنا قبل ما أشوفك ما كنتش عايشة. لازم أعرف كل حاجة عن بطلة قصتي الأخيرة، لازم أشاركها ماضيها. حتى لو ما كنتش هي، اللي هقوله لك ينفع يكون ماضي البطلة أي قصة. كل اللي فاكراه عن أبويا صورة باهتة، لأنه مات وأنا عمري 7 سنين. يومها أمي خدتني في صدرها الحنين وبابتسامة حلوة عمري ما بنساها، قالت لي إنه سافر. وبعدين ماتت هي وما لقيتش اللي يكذب عليا ويقول لي إنها كمان سافرت. خدتني خالتي أعيش معاها. جوزها كان بيشتمني ويضربني من غير سبب، لغاية ما جه عمي يوم يسأل عليا اشتكيت له، فأخدني أعيش عنده في بيته مع أمل ودولة، بنات من سني. اتهيألي إني هنبسط معاهم، لكن معرفش ليه بقوا يكرهوني ويغيروا مني. فطلبت من عمي اللي بيحبني ويعطف عليا سرقة من ورا مراته انه يوديني مدرسة داخلية، فوافق. وكانت المدرسة الداخلية والبعد عنهم أملي، لكن فيها عرفت معنى الوحدة وأسوتها. كنت لما بشوف أهل البنات يزوروهم في الأجازة موعي تنزل، لأن ما كانش حد بيزور ولا يسأل علي ولا يمسح دموعي زيك دلوقتي. منى الهانم بتقرا في كتابه، يلا نتريق عليها شويه. انا مش اتعلمت قرايه الكف يا مولي؟ صحيح. هاتي ايدي قربيها، انا مش شايفه في الضلمه. ايدك حلوه. ايه ده، انت بتغزليني؟ سيبيني لما اشوف شغلي من فضلك. انت يا ستي بتحبي واللي بحبه بيحبك، لكن لكن ايه؟ اخص عليكي انت، ايه ما عندكيش ضمير؟ ليه؟ الكف بيقول انك هتعري اهلك اللي ربوكي وصرفوا عليكي. ده جازتهم ليه دول كلنا؟ الراجل اللي بتحبيه متجوز من سنين اكتر من عمرك، هتعملي ايه؟ لو كان عندي شوية دم يبقى مش هقابله تاني أبدا، وما وسخش سمعتي وسمعة أهلي. مالك يا منى؟ مفيش حاجة. أنت تعبانة، بلاش درس النهاردة. أنا متأسفة، معرفش جرالي إيه. كلهم بيتكلموا عنك وعن محمود، مش كده؟ أنا زي ما أعرفك أعرف محمود كويس، طول عمره أعز صديق ليا ولعبد المنعم أخويا وللمرحوم جوزي من قبلني. ومن أول يوم في النادي حسيت باللي هيحصل بينكم، حسيت إنكم مادام شفتوا بعضيكم محدش هيقدر يحوشكم عن بعض. هتعملي إيه يا منى؟ أنا طول عمري محرومة من الحب والحنان، محمود عوضني كل ده. قولي لي أنت أعمل إيه؟ يا منى انت ما شفتيش مرات محمود ولا تعرفيها. لو كانت في حاله طبيعيه كنت انا مستعده رغم صداقتي ليها ان انا واجهها بالواقع، اقول لها تسيب محمود تخليه يعيش، لكن وهي بالحاله دي مش ممكن. محمود نفسه رغم حبه ليكي يتخلى عنها.
نشوف بعض بعد كده. انت كنت رايحه فين؟ مروحه. ليه؟ انا اتاخرت عليكي؟ ده انا جاي قبل معاك بربع ساعه. انا لازم امشي. مالك يا منى؟ ولا حاجه، خليني امشي. تمشي ازاي وانت بالشكل ده؟ ما انا كويسه. طيب اوصلك. مفيش لزوم. انت زعلانه مني؟ انا عملت حاجه؟ لا ابدا. امال حصل ايه؟ ارجوك يا منى فاهمين، ما تسيبنيش بالشكل ده. تعالي تعالي. جبتني هنا ليه؟ لازم تقولي لي جرى ايه؟ انا موصلك امبارح والامل والحب مالين عينيكي، ارجع النهارده الاقيك عايزه تهربي مني. انا كان لازم اهرب منك من الاول. حب لك عماني عن الحقيقه، خلاني انسى انك متجوز. انا عرفت النهارده من ابله امينه ظروف الست اللي انت متجوزها. انا ما ارضاش انك تسيبها عشاني، ومتاكده انك يستحيل تتخلى عنها. انا عارفاك وعشان كده حبيتك. أنا كمان جريت ورا حبي ليك للآخر من غير ما أفكر في مستقبلك وشبابك. سامحيني يا منى. ده من ذنبك. ده ذنب الزمن اللي ما خلاناش نتقابل إلا وأنت متجوز. وأنت يستحيل تكون ليا. إحنا لازم نبعد عن بعض يا محمود. أنا عارف إني هتعذب وتقلب. لكن أوعدك يا منى، مش هخليك تشوفي وشي بعد اللحظة دي. لا يا محمود، لا مش بالشكل ده. مش مرة واحدة نحرم نفسنا من كل حاجة، شوية بشوية، ولا هتكون النتيجة بالعكس. أنا تعودت أشوفك وأقعد معك وأكلمك، ما أقدرش يروح مني كل ده مرة واحدة. إيه اللي أنت عايزاه يا منى؟ مش اللي أنا عايزاه، ده اللي لازم يحصل غصب عني وعنك. يعني تقابل إمتى بعد كده؟ نفوت بكرة ونتقابل بعد بكرة، شوية بشوية. حاضر. منى. منى. وفجأة انهارت مقاومتنا، وإذا بطلب القطيعة ليس إلا نوع من المناجاة. لم يكن اتفاقنا على التقديم لقائنا إلا تحديدا لمواعيد لقائنا، وعشنا العمر كله خلال الأشهر التالية، وحدد القرص الأحمر الدامي مواعيد لقائنا، وكان ثالثنا. كفاية يا محمود، احنا مش لوحدنا. ده مش حسن، ده شاهد على حبنا. أحبك يا منى، أحبك، أحبك. سامع سامع يا محمود. عاوزة توصل لقلبك. الشمس هتغيب، يلا بينا. اجرينا وقف الزمن علشان ما نسيبش بعض أبدا. يعني تفضل الساعة 6 على طول؟ يا ريت. تعرف إني ساعات بتمنى بعد ما نسيب بعض إني أموت. منى ما تتخطش، ما أنا لما هشوفك هصحى تاني. تعرف يا منى، احنا نتقابل دايما حتى لو كنا بعيد عن بعض. انا طول الوقت اللي بعيد عنك في عايشة معاك برضو، بقرا جواباتك. والله احنا مجانين يا محمود، مش مكفينا مقابلاتنا لوحدنا، لازم كمان نكتب جوابات لبعض ونسلمها لبعض بالايد قدام الناس. فاكر لما حطيت لي الجواب جوه الساندوتش؟ كل ده مش كفاية. احنا لو فكرنا في بعض في وقت واحد كل يوم بالليل الساعة 10 مثلا، تأكد ان احنا نتقابل بالفكر والروح ونقضي اوقات سعيدة. منى انا ببوس ايدك لانك دلتني على الطريقه اللي اقدر اقابلك بيها قدامهم غصب عنهم كلهم من غير ما حد يقدر يحاسبني. لكن انا ما قلتش الكلام ده بايدي، انا قلته بشفايفي. محمود انا مش حبوسك يا منى، انا صعب عليا نفسك ده يروح في الهوا. صدري انا اولى بيه. جيبي نفس، ايه ده تشرب السيجاره كلها لوحدك؟ خدي
مفيش، بابا وماما نايمين. منى اقدم لك المنبه شويه؟ كتر خيرك. يمكن وراها ميعاد ولا خايفه تفوتها صلاه العشاء؟ العشاء فاتت من بدري، الساعه 10 دلوقتي، يمكن هتصلي التراويح. اول مره تقولوا حاجه صح، انا فعلا حصل. ولا حاجة يا فاطمة. أنت كنت بتكلم الهوا؟ ليه لأ؟ أحيانا بشعر إني لازم أكلم الهوا أو أي حاجة علشان أقدر أكتب. وكان بيقول لك إيه الهوا؟ حاجات كتير. ما أقدرش أقولها لك أنا؟ يا ريت. أنا متأسفة، قطعت عليكم حديثكم. درس البيانو النهارده؟ مش هفهم حاجه، مفيهاش عقل يا ابله. وبعدين يا منى؟ معرفش، احنا هنعيش النهارده. وبكره؟ لما يجي بكره. احسن اللي ما خدناش الدرس النهارده، ما كناش هنكمله. هما اقوم البس واروح المشوار اللي عطلتيني عنه من غير فايده. محمود أيتها الخائنة، إذا فهو محمود الذي تحبين، هو الذي خذك مني بعد كل هذه السنين. الويل له، سأنتقم، سأقتله. روح معك سيدي ومولاي. أصمتي، أتهتئين بي يا ديدمونة؟ سوف تدفعين الثمن غاليا. سأقتله. الخنجر علي، بالخنجر المسموم، الخنجر المسموم، الخنجر المسموم، الخنجر المسموم، المسموم، المسموم. اهلا محمود، سلامة عقلك. لا تقاطعني يا ياجوج، كاسيو الاثنين في بعض. عليك اللعنة، تفطشها مني وانا في غفلة. علي بالخنجر المسموم. انه في المطبخ، فإلى المطبخ. يلا بينا احسن ست مستنيان. ايوه عايزه تشوفنا قبل ما تروح. عندك حق، يلا بينا لحسن تنزل. شفت ازاي؟ يا دوب لحقناها. انا متهيألي انها بتضحك لنا. وليه ما تكونش بتضحك علينا؟ ليه يعني؟ عشان مجاني؟ فكرت فيا بالليل؟ ما حسيتيش. حسيت. وبعد الساعة 10 عملت ايه؟ برضه كنت بفكر فيه. وبعدين؟ ما بطلتش تفكير فيه. يعني ما نمتش؟ نمت وانا بفكر فيه. جنبها؟ منى، انت بتغيري منها؟ انا بشر. كده يا محمود. انا اسف، غصب عني، هتعبك تاني معلش. يا ريت عذابك ليا كله كده. انا بعذبك يا منى. تصور نفسك مطرحي بتقضي طول الليل لوحدك تفكر فيا، وفي الوقت نفسه اكون انا جنب راجل تاني. تصور ده وانت تعرف قد ايه بتعذبني. منى، انت مالي علي حياتي وتفكيري، حتى بيتي من غير ما تكوني موجوده فيه. انا متاسفه يا محمود اللي جبت لك السيره دي. اللي بيحب بيبقى عايز يعرف ويكون كل حاجه لحبيبه.
انا مش وصفت لك كل حاجه في جواباتي ليكي، حتى ايه اصناف الاكل اللي بحبها واللي ما بحبهاش. في حاجه نسيت توصفها لي، حاجه مهمه في حياتك عمري ما هشوفها، بيتك. اقول لك يا ستي، بيتي فيلا صغيره بجنينه، اهم ما فيها اوضه المكتب اللي بقضي فيها معظم وقتي، اوضه فيها دوران ازاز وتراس كله مليان زهور في وسط الجنينه، اساسها عباره عن مكتب في وسط الدوران ده، ومكتبه كبيره وساعه قديمه وصوره ليها بطربوز، وأبجور على المكتب ما تولعش ابدا لما ادوس على الزرار، لازم احرك اللمبه. اوصف لي اوضه النوم كمان. عاديه. بسرير واحد ولا اتنين؟ بسرير واحد يا منى. عاوزه تعرفي ايه كمان؟ محمود ما تتضايقش مني، انا طماعه عايزه اكون لك كل حاجه في الدنيا، حبيبتك واختك وصديقتك. تصور اني ساعات اتمنى انك تنام على حجري زي ابني كده. عمرك يا ماما. محمود مش انت اللي طلبتي كده؟ حد يطولي كل ام صغيره وحلوه بالشكل ده وهو شعره ابيض؟ كل شعر الابيض ما هيكتر كل ما هحبك اكتر، على قد شعر راسك. الست قربت تمشي، الوقت سرقنا. الوقت، الوقت هو عدونا يا منى، هو اللي بيفرق بينا. هشوفك تاني امتى؟ نسيت اقول لك خبر هيزعلك. ايه هو؟ عمي خد اجازه لمده شهر من بكره، يعني هيرابط في البيت وهيبقى صعب علينا نتقابل طول المده دي. يعني مش هنشوف بعض غير في النادي في وسط الناس. احنا مهما كنا في وسط الناس كأننا لوحدنا. في حاجة تانية كمان، عيد ميلادي يوم السبت الجاي. انت لازم يشغلوك في السلك السياسي. ليه؟ عشان عرفت تضيعي تأثير الخبر السيء الأولاني بخبر عيد ميلادك. تضربي وتلاقي، هتحتفلي بيه طبعا. ايوه في البيت كلهم هيكونوا حواليك إلا أنا، هيهنوكي بأسعد يوم في حياتي أنا، هيقدموا لك الهدايا إلا أنا. حبك لي هدية العمر اللي قدمتها للدنيا منى. وكأنك كنت تشعر بأن هذا آخر لقاء لنا على انفراد، فرحت تطلب مني أن أذكرك ما حييت. وأنت، أنت يا توأم الروح، يا منية النفس الدائمة الخالدة، يا أنشودة القلب في كل زمان ومكان، مهما هجرتي ومهما نقلتي، عندما يوشك القرص الأحمر الدامي على الاختفاء ارقبيه ليلة، فإذا ما رأيت مغيبه وراء الأفق فاذكريني. وجاء يوم عيد ميلادك بعد أيام طويلة مرهقة تعذر فيها لقاؤنا وحدنا، ورغم هذا قدمت أحمل في جيبي هدية صغيرة بأمل أن أقدمها إليك خلصة. هناخد صورة كمان جنب البيسين قبل ما الفيلم يخلص. كفاية دلوقتي بقى. الله، ده أونكل جه. عم سامح؟ لا، عمك مؤلف الكتب. أستاذ محمود، أنت جاي معانا؟ فين؟ النهاردة عيد ميلاد منى، مش معقول إنك ما تعرفش، هي ما عزمتكش؟ حتى لو كانت عزمتني كنت هعتذر. إزاي بقى؟ أنتم كلكم شبان صغيرين، طباعكم وهيئتكم واحدة، وجودي بينكم هيكون نشاز. الربيع والخريف عمرهم ما يتلاقوا. انا اللي اسمح به لنفسي بس ان اقول لمدمازيل منى كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. يا سلام يا منى لو كنت تعقلي وتخلي حفله عيد ميلادك تكمل باعلان خطوبتك. لمين؟ انت ما تعرفيش ان بوبي خطب منى؟ وانا رفضت. خساره. ايه رايك يا استاذ محمود؟ مش كانوا بقوا كوبل لطيف؟ دي أول مرة أسمع فيها الحكاية دي، لكن فعلا هم لايقين لبعض. إيه هي ما قالتلكش قبل كده؟ والله ما حصلش. وعلى العموم مدمازيل منى ما يصحش تصرح بحاجة خاصة زي دي لواحد غريب. من فضلكم الكلام ده ملوش لزوم. دي حاجة انتهت خلاص.
حرام عليك يا منى، ده بوبي طول عمره بيموت فيه، حق من صغرهم وهو هيتجن عليه. يلا بينا يا جماعه، رجليه بتاكلني، عايز اروح. فضلكم يا جماعه قبل ما نمشي يكون في علمكم ان حاجز اول واخر ثلاث رقصات مع منى. طول عمرك سلفش. يلا بيكي. عن اذنك يا استاذ محمود. يا متاسفين يا استاذ محمود اللي هنسيبك لوحدك. يلا يا منى يلا. يلا يا منى أنا قصدت أنسى التريكو عشان أرجع أكلمك. ما كانش في لزوم تتعبي نفسك. ما تبقاش مجنون، أنا هفهمك على كل حاجة. أنا خلاص فهمت كل حاجة. محمود استناني هنا، أنا بعد ما أرجع البيت هحاول أرجع لك ولو خمس دقايق. سيبي ضيوفك وأصدقائي العمر علشان خاطري. هتبقى أنت وهم حرام عليك. روح يا منى، روح حلو. استناني يا محمود، أنا هعمل المستحيل يمكن أقدر، ما تمشيش من هنا. كانت صورة بوبي يحيطك بذراعي. وأنفاسه تقبل أذنك وشعرك، تعمي عيني عن رؤية أي صواب. وحارس خطوبتك له، لماذا أخفيته عني؟ إننا أنا وأنت لا نخفي حبنا عن الناس إلا لأنه حقيقة واقعة. هكذا تصورت أن محاولتك العودة ليست إلا عزاء كاذبا. وفجأة رأيت هديتي إليك التي أنساني ما حدث، الإقدام على تسليمها لك خلسة. صور لي غضبي عليك أن أجعلك تخجلين من نفسك لما فعلته بي، فأرسل لك زهورا إلى منزلك باسمي. قومي ترقصي مع بابا. بعدين يا عمي الليل لسه طويل. ارقصي معاها انت يا دار. يلا يا بابا، منى مش معانا. على فين يا منى؟ هكلم ابله امينه ومنعم اشوف ما جوش ليه. الأستاذ محمود فهمي مشي بعربيته من 10 دقايق. كان فيما مررت به حتى أعود إليه ما يكفي لتحطيم ما أملك من أعصاب ووعي، فرحت أتصور أنه يستهين بلقائي، بل تصورت أنه لا يحبني وأني لست إلا بطلة لقصة انتهى من كتابتها، وعليه أن يبحث عن غيرها ليكتب قصة جديدة. الدنيا يعمل كده؟ تسيب حفلة عيد ميلادها وتخرج؟ ادي نتيجة الدلع بس سامح. مفيش داعي للكلام ده. روحي اقعدي مع الضيوف لحد ياخد باله، تبقى فضيحة. ما عندكيش فكرة هي راحت فين؟ لما ترجع بسألها يا بابا. أنا هروح أدور عليها. روح يا ابني. أنا خلاص حقلي شت. تعالي أنت خش جوه. ورد المدمازيل منى لطفي. بتعملي ايه بالنادي؟ اصل الساعة اللي حضرتك جبتها لي هدية ضاعت مني، ودورت عليها هنا ما لقيتهاش. رحت لقيتها في النادي، في الحتة اللي كنا قاعدين فيها زمان. طيب خش جوه احسن، الضيوف بتسأل عليك. وساقني قلبي خاضعا ذليلا الى النادي مرة اخرى، فقد تذكرك الزهور بالحضور إلي. كم كنت أتمنى أن تعودي،
ومات من أسباب ملفقة كاذبة لتبرري ما حدث. كنت سأصدقها. تناديني للقاء الفكر، وسألت نفسي أتراه ما زال حريصا على لقائي بفكره عن بعد، وهو الذي تخلف عن لقائي بنفسه عن قرب. لن أخطر على بالك أبدا وأنت بين ذراعي أبي ترقصين طوال المساء، بل لعلك سين معهم على دقات الساعة العاشرة وأنا هنا أنتظر. ألا تذكره زهوري حتى بمجرد الاعتذار عن الحضور بالتليفون؟ يا لي من مخدوع تافه. وتركت المكان. أنا أود لو استطعت أن أكرهك، أكرهك قدر ما أحبك. النادي ده ما تروحيهوش بعد كده. خروج من البيت لوحدك مفيش. دروس البيانو عند أمينة هانم ما تروحيهاش إلا مع دول يا مل. دي شروط قعدتك. إنصاف أرجوكي، أي كلمة زيادة ملهاش لزوم. منى هتنفذ اللي قلتيه لأن مصلحتها في كده، وعشان دي رغبتي أنا شخصيا، وأنا زي أبوها تمام. مش كده يا منى؟ تصبح على خير. كما كانت ليلة عيد ميلادي موعدا لي مع الحياة، كانت موعدا لي مع الموت. موت بطيء طويل سيستمر طوال حياتي. واستمرت القطيعة أياما تصورتها أبدا الدهر. أذاب الشوق فيها صخور قلاع الغيرة، وحطم الحرمان خلالها حصون الغضب والكبرياء، حتى أني بت لا أطمع في حبك. رضيت أن تهبي قلبك لغيري، ولم أعد أستجبي منك إلا العطف والشفقة، قانعا بمجرد لقاء جاف، متمنيا ولو نظرة، حتى ولو كانت على سبيل السخرية مني. أنا المخدوع المغرور الذي توهم أنه يمكن أن تحبي مثله. الاثنين احمر من بعض، ظلموا بعض وخصموا بعض وعذبوا بعض ودوخونا احنا في وسطهم، ودلوقتي لازم نصالحهم على بعض ونخليهم يقابلوا بعض ويحبحبوا بعض. طب وست مولي ودل الحرس اللي ما بيفرقش منى هنخلصها منه ازاي؟ ازاي؟ حلها دي بقى في ثغورس. 14 زائد 12 يبقى 48، 48 زائد 6 يبقى 98، يبقى يد 2 كبيها للأربعة، يبقى الجذر التربيعي ل 35. بس لقيتها. الحل الوحيد سحري وجاذبيتي. ليه؟ استني امال، هي مش منى جايه دلوقتي ومعاها يا دولي يا مولي؟ ايوه. خلاص انا بسحري وجاذبيتي هشغل الحرس لحد انت ما تاخدي منى وتفهميها وتروقيها، ونفس الطريقة هستعملها بكرة عشان تقابل محمود. بس المهم ان سحرك وجاذبيتك يحوقوا. عمرهم ما خيبوا الا مع منى. مسكين يا منى. سيد الخوام. سلام
كراسي البيانو والكراسي بتاعك، يلا مالكيش دعوة. تعالي هنا، رايحة فين؟ هي منى دي تملي لازقالك كده، مفيش فرصة الواحد يشوفك لوحدك فيها أبدا. من إمتى؟ من زمان، ديبوي لونتون. بس أنت اللي مش واخدة بالك، أنت اللي عامية. عامية؟ آه عامية، عشان ما أنتش عارفة إيه اللي حصل لي بسببك. لحد إمتى يا ربي مكتوب عليا أشوف الجمال ده وأسكت وانكتم واتحرق واندع واتلهلب واموت واتفعص؟ لحد امتى هتعيشي مش حاسه بيا، مشغوله بالهلابيت اللي حواليكي، ما انتش دريانه بحبي ليكي يا ملي؟ انا دولي مش ملي. اه انت دولي، ما انا عارف، انا عارف، لكن انا بتجهلك زي ما بتجهليني، عايز اغيظك عشان تحسي بالهلابيت اللي قايده في كتفك. مش معقول، انا مش مصدقه. لا صدقي يا دولي، هي دي الحقيقه، هي دي الحقيقه اللي كنت كاتمها في قلبي من سنين، لكن خلاص مش قادر اخبي، مش قادر استحمل، مش طايق يا ناس. بحبك، انا بحبك بحبك بحبك. شريف بعدين حد يشوفنا؟ اه مش لازم حد يشوفنا، يلا بينا. يلا على فين؟ نتفسح في تاكسي على حسابك. ومنى؟ ولا يهمك، انا لما ارجع هقول لها ان انا خدتك علشان تلاقي لي كرافطة على ذوقك. يلا بينا. لا كفايه اللي فات من حياتي وانا مش قادر اقول لك، وانا بعيد وعمال اخبي. يلا اعوذ بالله. يلا. ونفس الطريقه هيستعملها من عند بكره مع الحرس اللي يجي معاكي، وتروحي تقابلي محمود. انا عارفه الميعاد اللي محمود بيحب نتقابل فيه، عشان كده قولي قدام دولي ان درس البيانو بكره قبل المغرب. ده لازم منعم ودولي. اقعدي على البيانو. أمينة هانم موجودة. أيوة اتفضلي. إزاي صحتك دلوقتي يا استهان؟ الحمد لله. دي فاطمة مرات محمود. أيوة خليك أنت هنا يا منى. أهلا فاطمة، الحمد لله اللي خفيتي وبقيتي تقومي من سريرك وتخرجي. أنا عمري ما هخرب ولا أقدر أعيش زي بقية الناس. أنا ما كانش لازم أخرج، لكن رغم كده أنا جيت لك. خير؟ أنا جاية أكلمك بخصوص محمود، لكن مش عاوزاه يعرف حاجة عن كلامنا أبدا. ماله محمود؟ محمود بيتعذب ومش قادرة أسأله ماله، لأنه ما بقاش طايقني ولا طايق نفسه، بقى يكره الدنيا وبيكرهني. وده معقول يا فاطمة؟ هو بس يمكن متضايق من حاجة اليومين دول وبكرة يروق. أنا خايفة يكون متضايق مني أنا. جرالك إيه؟ أنت لسه مش عارفة محمود ولا فاهماه بعد العشرة الطويلة اللي بينكم. العشرة؟ مش يمكن هي دي اللي ربطه بيا وده اللي بيعذبه؟ وبعدين بقى مش يمكن في واحدة تانية سرقته مني زي ما بيحصل لستات كتير؟ بلاش الكلام ده، اعملي معروف. ليه لا؟ محمود عمره ما كان كده، ولا حتى ايام ما كان بيتمنى يكون له ولد او بنت يملوا عليه بيته وحياته. وعارف ان لو خلفت حمود لان صحتي ما تستحملش الحمل، محمود لازم يحب واحدة تانية، ومش هاين عليه يسيبني بعد العشرين سنة اللي عشتها معاه. صعبان عليه لاني عيانه ويتيمه ومليش حد، وده اللي بيعذبه. فاطمه ارجوكي تقولي، انت بتشوفيه وعارفاه اكتر مني، ارجوكي ما تخبيش عليا. انا مستعده اسيبهولها ولا اشوفش وشي بعد كده. انا مستعده اموت علشان هو يعيش سعيد، بس اعرف في واحده تانيه ولا لا. بس فاطمه حرام عليكي نفسك، انت عيانه ما تعمليش كده. امال اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ سارقة مغتصبة أنانية بلا ضمير، اختارت دون نساء الدنيا امرأة مريضة يتيمة ليس لها سوى، لتسلبها كل ما لها في الحياة. لقد عرفت الحب الطاهر وعشت له، وكفاني ما ذقت من حلوه زادا للعمر كله. سأتركه لك، سأودع أنا آمالي وحبي. لن أراه بعد اليوم، لن أراه بعد اليوم، لن أراه بعد اليوم. منى،
بتخبي وشك ليه؟ عشان ما اشوفش دموعك؟ ابدا يا عم. يعني لو قلت لك ان في عريس انا راضي عنه اتقدم لك النهارده تقبلي؟ انا كنت عارف انك هترفضي. بالعكس يا عم، انا موافقه. صحيح يا منى؟ صحيح يا عم. رغم ان عمرك ما شفتيه. مش معقول حضرتك تختار واحد ما يكونش كويس. بس في حاجه كمان، العريس مستعجل على الجواز ولازم يسافر بعد جمعه لانه بيشتغل في السلك السياسي في سويسرا. خلاص يا عم، عاوز ايه احسن من كده؟ مبروك يا بنتي، مبروك. صباح الخير. خلاص مصممة وجوازك من أي راجل هو الحل الوحيد، ف ليه ما تجوزيني؟ أنا أولى من الغريب. أنا مش بهزر يا منى، أنا بتكلم جد. أنا طول عمري أنت غالي عليا. مش أنت اللي اتجوزك وأنا بحب محمود، مش أنت اللي أعمل فيك كده. عارفة بتعملي إيه في نفسك وفي محمود. أيوه، ومش هندم أبدا على اللي هعمله. فاكرة لما قلت لك مرة إحنا هنعيش للنهارده؟ خلاص اهو بكره جه. ابله امينه، ادي الجواب ده لمحمود بعد كتب الكتاب، بعد ما سافر. اوعي تنسي. ما تعيطيش يا ابله امينه. منى وحياتي ما تصعبوش عليا فراقكم. انا ما كانش ليا في الدنيا بعد حب محمود غير صداقتكم انتوا. ما تعيطيش يا ابله امينه، ما كانت محاولة النسيان ذكرى، فلتذكرني فقط كوحي عابر لقصة شيقة سأترقب كيف تنهيها بلهفة وشوق. ولست أملك في النهاية إلا أن أطلب منك تحقيق آخر أمنية لي، وهي أن تنساني. تطلب مني أنسى؟ أنا فعلا نسيت حاجة واحدة بس، نسيت أنا مين وعايش ليه. محمود رايح فين؟ شمس قربت. بعدين أتأخر. أصرخ بأنك موجودة، ولكني أنظر حوالي فلا أجدك. أسير مترنحا، أتوسل إلى الهواء والأرض والشمس لتعيدك إلي، لتشهد وتصف لك أينما كنت ما أعانيه. أيتها الشمس، لا تغربي قبل أن تشهدي على أن حبي لها خالد كخلودك أبد الدهر، بل إنه لن يغرب أبدا كما تغربين. أيتها الشمس،
أصفي لها كيف أحب وأطوف بأرض حبنا وأبلل بدموعي ترابها الذي صارت عليه بأقدامها. لا تهربي قبل أن تعيديني بأنك ستجمعين بيننا مرة أخرى. لا تهربي، لا تهربي. ومرت شهور لم أخلف لك فيها موعدا، كنت أذكرك مع كل غروب وأعيش مع رسائلك كلما خلوت بنفسي. لم أكن أشعر أنني لازلت على قيد الحياة، أن قلبي لازال يخفق إلا ساعة أن أمسك بها وأتصفحها. مش معقول طبعا ان الجوابات دي من اهلك. انت شايفه انه صح انك تحتفظي بجوابات زي دي بعد ما اصبحت زوجة الراجل تاني وبعد شهور حتى بيأم لابنه او بنته؟ انا متاسفه، اوعدك اني مش هشوفها تاني ابدا. انا واثق انك هتعملي كده، لكن علشان تقطعي كل صله ليكي بالماضي وتنسيه خالص اسمحي لي احرق الجوابات دي. أرجوكي. لو كان يدري لما أحرق، فما فائدة ذلك وأنا أحفظها عن ظهر قلب وأستطيع أن أرددها كلمة كلمة. الشباك ده انا كنت سامع صوتها منها، كانت بتنادي علي. انا اللي كنت بنادي عليك عشان تملى كاسك. هي صوتها حلو من قلبها. انا ما انت صوتك وحش، انت اللي سكران وبيتهيألك. ليه تهيألي؟ عندك حق، هي في ايه؟ خلاص خلاص يا بنات، املا لي الكاس. ايه سبته يطلع؟ استنى لما ادور لك على الازازه. هي راحت فين؟ يا بنات دقيقه واحده بس، دقيقه واحده. انت مش شايف؟ لا. اولع لك من نور. ولع. يا جدع تعيد الخسارة تدلق الخمرة اللي انت شربتها. كده يا اخي دوختني. اهي الازازة. ابنك كمان
الله، دي فاضية. هات الإزازة الثانية من ورا الكتب. دي فاضية. أنت بتغشني وبتشرب من ورايا؟ معلش يا فاطمة، بكرة كل شيء مروح ينام. انت كمان لازم تنام. انام عشان اصحى مش كده؟ واصحى عشان اسكر، اسكر عشان انام. قوم يا محمود. حكمت على نفسها بالإعدام لأعيش لها. وأخيرا عدت إلى مصر، وانقضت أسابيع لم أحاول خلالها أن أرى مخلوقا يعرف محمود أو مكانا يذكرني به حتى لا تنهار مقاومتي. وكان معي ضيف جديد على الحياة، هو ابني. هات الولد وروح انت افتح الباب. خليه معايا، انا هفتح الباب واقعد في الجنينة شوية. ابلة امينة. ايوه يا منى. ازيك كده يا منى؟ ترجعي من السفر وما تتصليش بيا؟ غصب عني، انت عارفه دوشه الرجوع من السفر وترتيب البيت والولد. بقيتي امي يا منى. ايوه. مش باين عليكي؟ كان باين عليا قوي قبل ما. انا متاسف، غصب عني هتتعبي تاني، لكن معلش. يا ريت عذابك ليا كله كده. انا بعذبك يا منى. ازاي يا ابلة؟ محمود في المستشفى. ماله؟ كان سكران وزي عادته كل يوم حب يلحق الشمس قبل الغروب، فاتصدم بعربيته. جراله ايه؟ اتشل. وديني عنده. ازاي يا منى؟ مراته معاه في المستشفى؟ لا، مراته عيانة علشان حامل. من فضلك وديني له. وجوزك يا منى؟ اعملي معروف وديني عنده. حاضر. ادخل.
والد الأستاذ محمود، صديقة من زمان. مشترياب بالدنيا، حاجة واحدة بس بتخليني أعرف إنه لسه عايش، نفسه. علشان كده ما برفعش عيني من على صدره ليل ولا نهار. يلا يا منى، يلا يا حبيبتي. منى اللي دايما ينادي عليها، انت منى. كنت فين؟ ليه ما جيتيش قبل كده؟ اتأخرت ليه؟ اتأخرت ليه؟ غصبان يعني مش هتسيبيه بعد كده؟ هجيله، هجيله كل يوم ضروري يا بنتي. اعملي معروف، وجودك جنبه اخر امل. يمكن يا بنتي، يمكن. يلا يا منى، انا وهو هنستناكي. اوعي تتاخري، اوعي ما تجيش، اوعي ما تجيش. ليش ليه؟ كنت فين؟ كنت في المستشفى. ليه؟ حصل ايه؟ بزور واحد عيان. مين ده؟ تكلمي، ردي عليا. مين ده؟ هو. انا فكرت اكتب عليك المرة دي، لكن هقول لك ايه بكرة وبعده وكل يوم. انت فاهمة ان في راجل محترم يقبل ان مراته تروح تقابل واحد كان في بينها وبينه علاقة؟ ده عيان مشلول مش حاسس بحاجة في الدنيا. تعال معايا شوف. انت مجنونة؟ كلمة واحدة اذا شفتيه بعد كده هتكوني طلقة. انت معذور وانا لازم اكون جنبك. هحرمك من ابني، مش هتشوفيه ابدا. مقدرش الومك، يمكن بعدين تفهم وتقدر وتسامحني. وهتكتبي لي انك متنازلة عن كل حقوق ليكي عندي. حاضر، ابعت اللي عايزنا مديلك عليه في المستشفى. وهكذا عدت إليك، هكذا التقينا مرة أخرى على انفراد، أياما بلياليها. ولكن وأنت لا تشعر بوجودي، وكثيرا ما كنت تتحرك، فيخفز قلبي لهفة وأمل، ثم تعود إلى سكونك، فيغوص قلبي في أعماق اليأس مرة أخرى. كنت أرعاك وأسهر عليك، وأنا لا أفكر في مصيري إن شفيت، فستعود إلى بيتك وزوجتك، وسأعود أنا إلى الطريق، فلم يبق لي هناك ما أعود. يلا يا منى،
هستنى معاك شوية. احنا اتفقنا على ايه؟ لازم تنامي وتستريحي علشان اقدر استريح انا كمان. يلا يا بنتي. جمع بيننا حبنا لك، فقد كنت كل ما له وما لي في هذه الدنيا. باللي فاضل فيه من حياة بعد الحادث، المجهود ده هو اللي خلاه بقى كده. ليه ما منعتوش؟ ما كانش حد يقدر يمنعه يا بنتي، حتى ولا أنا. أنا اللي طلبت منه يكتب، أنا السبب. لا يا منى، أمينة هانم قالت لي على اللي قسيتيه وشفتيه، على اللي عملتيه في نفسك علشان تسعديهم. أنت كمان ضحية تستاهلي كل عطف وشفقة، مش بس كده، كل تقدير واحترام. كيف خيل إلي أنه يمكن أن ينساني وهو الذي أفنى نفسه ليحقق لي مجرد أمنية عابرة في رسالة الأخيرة إلي. نعم، هذه قصتنا، قد كتبها محمود بأمل أن تصل إلي وأقرأه. كانت جراح جسدي من جراء الحادث أخف وطأة علي من جراح قلبي. كانت آلام نفسي أشد وأقسى من آلام الحطام الذي يرقد على الفراش الأبيض في المستشفى. وأحسست أنني نصف ميت، إن نصف جسدي الأيسر أصبح مشمولا. ولكن يدي اليمنى تتحرك، ومعنى هذا أنني أستطيع أن أكتب لك. فقد يصلك يوما ما ما سأكتبه، ولو ككتاب يقرأه كل الناس، فتعودين لي. دكتور، حاسس بحاجة؟ حاسس اني عايز اكتب. هاتولي ورقة وادوني القلم والجاكيت. بكرة تخف وتكتب زي ما انت عاوز، انما دلوقتي الكتابة تضرك. اذا كانت الكتابة تضرني فتأكد ان عدمها هيقتلني. ارجوك يا دكتور ما تحرمنيش من الحاجة الوحيدة اللي مخليني عايز اعيش. الكتابة آخر قبل ليه؟ يعني معروف يا دكتور، مفيش وقت. حاضر يا أستاذ محمود. كتر خير. حاضر. Thank you.
أمرتي دون جدوى، فأنا لازلت كما أنا. يجب أن أكتب النهاية. إن قواي تخور وأنفاسي تفر مني، والصدور العيلة تتراقص وتتلاشى، وجفوني معلقة بالثقال، أكاد أعجز عن فتحها. ويلي أصبحت لا تقوى على الضغط على القلم. يجب أن أعتصر البقية الباقية من حياتي لأكتب النهاية. لا يمكن أن ينتهي حبنا هكذا، إنه أقوى من الموت. لا بد وأنك عائدة. نعم عائدة. إني رجعت بعدها هيخف وهيعيش يا رب. رجعوني يا رب. يا وعد يا وعد يا وعد. منى 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 منى. أيوة محمود، أنا منى يا حبيبي، أنا جنبك يا محمود، رجعت لك يا محمود، مش هسيبك أبدا يا حبيبي، هفضل عايشة جنبك على طول يا محمود، مش هبعد عنك أبدا يا حبيبي، رد عليا، روح يا محمود، أنا مش هسيبك يا حبيبي، هفضل جنبك. تشوفي وشنا؟ وده معقول يا منعم؟ أمال ليه عايزة تسيبينا وتشتغلي ممرضة؟ عشان مش المفروض تصرفوا عليا بقيت عمري. الله، وحد اشتكى لك؟ كمان الشغل هيساعدني. لازم أبلى أمينة. عملتي إيه يا أبلى؟ خلاص يا منى، إدارة المبرة وافقت، خصوصًا بعد شهادة حكيم باشا المستشفى. قال إن مجهودك وصبرك لفت نظره، وإنك مش ناقصة خبرة أبدًا، وهو شخصيًا بيرحب إنك تشتغلي معاه، إذا كانش ده يضايقك. يعني اقدر اروح استلم شغلي من بكره؟ ايوه. قابلت ابراهيم؟ ايوه. قالك ايه؟ مش هيخليني اشوف ابني؟ ابدا يا منى. منى انا في عرضك، اوعي تعيط، احسن اعيط انا كمان. خلاص بقى. وتيسر لي الى حد ما أن أخفف من آلامي بتخفيف آلام الناس. منى في واحد فوق الرئيس عايز. اقعدي مع أحمد لغاية ما يجي. ما تتأخريش. طيب.
بس يا منى ما تعيطيش يا بنتي، انا عارف انك هتتأثري لما تشوفيني، وعلشان كده ما جبتلكيش المدة الطويلة دي. حضرتك ما تعرفش قيمة زيارتك دي عندي، ما تتصورش قد ايه انا مبسوطة اللي شفتك. وانا كمان يا منى، خصوصا بعد ما عرفت انك بقيتي اكفأ ممرضة هنا في المستشفى، الكل بيمدحوا فيكي، وعلشان كده جيت اخد رايك. ايه؟ فاطمه في شهر الحمل الاخير صحتها تعبانه، حالتها خطره، الدكتور كان عاوز يوديها مستشفى، هي رفضت، قال لي باستمرار يكون جنبها ممرضه شاطره، واداني جواب معايا للست الرئيسه، لكن انا فضلت اخد رايك، انت عارفاهم كلهم، رشحي لي واحدة منهم وأنا أطلبها بالاسم من الست الرئيسة. أنا. أنت تمرضي مراته؟ هي ما شافتنيش وما تعرفنيش. أيوة يا بنتي، لكن ده كتير، ده صعب عليكي. أنا هخدم مرات محمود اللي حامل في ابنه أو بنته، دي فرصة أقدر أعمل فيها حاجة عشان خاطره، أرجوك ما تحرمنيش منها. طيب يا بنتي، كتر خيرك. وهكذا دخلت منزل محمود، وأصبح مباحا لي ما كان محرما علي في حياتي. رغم فخامتي إلا أطلالا بلا روح ولا حياة. منى تفضلي يا بنتي. ورأيت حجرة النوم وسمعت صوتا. بسرير واحد يا منى، عايزة تعرفي ايه كمان؟ اهلا وسهلا. سلامتك يا هان. الله يسلمك، اتفضلي. بتشتغلي ممرضة من زمان؟ من مدة بسيطة. منى من أحسن الممرضات اللي في المستشفى. اسمك منى؟ أيوه منى، اسم جميل. لو جبت بنت وربنا اداني طولة العمر هسميها منى. إن شاء الله تقومي بالسلامة. ما افتكرش، أنا حطيبك معاي، لكن معلش أنا جاية هنا عشان أخدمك، عشان راحتك. كتر خيرك، أرجوك تعتبري نفسك هنا ببيتك، ما تعمليش أي تكليف. ما فيش هنا في البيت غيري أنا وعمي. المرحوم جوزي مات من مدة بسيطة،
الأستاذ محمود فهمي الكاتب المعروف. سمعتي عنه؟ أيوة. ما قريتيش أي قصة من قصصه؟ قريت لكن مش كله. أنا عندي المجموعة كلها، هخليكي تقري لي منها اللي ما قريتوش. كلها قصص ممتازة. فاطمة، أنا هودي منى أوضتها توضب حاجتها وتستريح لغاية ما يجي الدكتور. اتفضلي. منى، أنا قلت لك يا بنتي إنه صعب عليكي، مفيش داعي، تقدري تمشي. أبداً، ده بس عشان أول مرة، أنا هستنى. مش هتقدري يا بنتي. ما تخافش عليا، أنا هقوم بواجبي كويس، هعمل مستحيل عشان راحتها. طيب يا بنتي، ربنا معاكي. الأوضة فين من فضلك؟ اتفضلي. دي أحسن الحمد لله، شدي حيلك. إحنا معادنا خلاص. خلاص. أمال إيه؟ مش بعيد بكرة الصبح يكون البيبيه شرف. تصبحوا على خير. السلامة. يا منى. أيوه. أنا في المستشفى في البيت. حاضر يا دكتور. كان نفسي يعيش ويشوف ابنه أو بنته. تحب أجيب الكوتشينة نتسلى شوية ولا أقرأ لك مجلة الفكاهة؟ منى، خد المفتاح ده، مفتاح أوضة مكتب محمود. هاتيلي من المكتبة قصة كتبها هو، اسمها ما بعد الحياة. أنا عايزاك تقريلي شوية فيها. أنا أيوة، أنت يا منى، أنت مثقفة ومتعلمة، هتفهمي وتحسي اللي كاتبه، هتقدري تفهميني. بكرة الصبح أقرأ لك اللي أنت عايزاه. بكرة الصبح؟ مين يعرف هيكون جرى إيه؟ يلا يا منى، يلا. كان علي أن أنفذ رغبتها رغم ما سأعاني، أن أواجه ما كنت أهرب منه، أن أرى مكتب محمود حيث كان يعيش فعلا، حيث كان يكتب ويحب ويتألم. وشعرت بأنفاسي برائحة دخان، بالذكرى تملأ علي حواسي، بصوته يسري في خلايا جسدي. بيتي فيلا صغيرة بجنينة، أهم ما فيها أوضة المكتب اللي بمضي فيها معظم وقتي. أوضة فيها دوران إزاز حوالي تراس كل زهور في وسط الجنينة. أساسها عبارة عن مكتب في وسط الدوران ده، ومكتبة كبيرة وساعة قديمة وصورة ليا بطربوش. مش ابدا لما ادوس على الزرار، لازم احرك اللمبه. منى، منى، اطلب الدكتور اوام يا منى. كانت ساعة ولادة قد حانت، كان على فاطمة ان تفنى لتبعث الحياة في موتها.
حكيمة ليس لها في الدنيا سوى جدها العجوز الذي كان يطرق أبواب الفناء. فين يا منى؟ راجع المستشفى. ومنى الصغيرة بنت محمود تسيبيها لمين؟ البركة فيك يا عم. أنا يا بنتي خلاص قربت أودع الدنيا، مفيش غيرك أنت بس اللي ممكن يكون حنين عليها، مفيش غيرك أنت بس اللي ممكن تكون أم لها. أيوه إلا إذا كان يهون عليكي انها تعيش وتتربى يتيمة زيك يا منى. وهكذا اصبح لي ابنة من محمود، هكذا أصبحت منى ابنتي. وبعد سنتين رحل عنا الأب تاركا لنا ما نعيش به آمنين، وعشت بين الأطلال فمنزل محمود وأساسه وكل ما فيه بغير روحي ليس إلا أطلال، ولم يبق لي في الحياة إلا ذكرى وابتسامة كانت تكبر مع عمرها، ابتسامة وحيدة ملأت علي حياتي، هي منى عوضني الله بها عن ابني الذي لم أره منذ طفولتي والذي إن لقيته لن أعرفه. منى، عرفتي الحقيقة يا منى؟ عرفتي اني ام كمال مش امك انتي؟ لا انتي امي، انا ماليش ام غيرك، انتي ماما. ماما منى، ابو كمال لو مش هيوافق على جوازك من ابنه هيكون السبب انه منسيش الماضي، هكون انا السبب لاني انا عايشة معاكي زي امك وانا اللي ربيتك. ما يهمنيش اتجوز كمال. افهميني يا حبيبتي، انا عارفه قد ايه انت بتحبيه، انا مستعده اروح لابوه واترجعه وابوس رجليه عشان خاطرك، لكن انا عارفه قد ايه هو عنيد، يمكن يوافق لو انا بعدت عنك، وانا برضو كفايه عليا اعرف انك سعيده. لا يا ماما ابدا، انا اقدر الاقي زوج غير كمال، لكن يستحيل الاقي ام زيك. ادخل. ها ايه ده؟ بتعيطوا؟ وده وقت عياطه؟ اتفضلوا، في ضيوف عايزين يقابلوكوا بره. ضيوف مين؟ ضيوف معايا انا، هيكون مين غير ناس محترمين؟ اتفضلوا يلا. ما انت طول عمرك كده؟ ايوه طول عمري كده، مجنون من عاشر الام 40 يوم، فما بالك 30 سنه؟ اتفضلوا، امال احسن دول سامعيننا بره. الله يكسبك يا عيني. يلا بقى. اسمحي لي اقدم لك ابنك كمال ووالدتك منى. ايه
عايز افهم مستنيين ايه بعد السنين الطويله دي كلها؟ امال امتى هتحضروا وتبوسوا بعض؟ الله. ما قدرتش اجيلك انا وكمال لوحدنا، فطلبت من الاستاذ عبد المنعم كتر خيره يجي معانا. ايوه يا ستي، طلب بوليس النجدة عشان مكسوف يكلمك بخصوص منى. اسمحي لي اطلب ايد بنتك منى لابننا كمال. مبروك يا حبيبتي. الله بقى ابوكم منعم متبرع بحق دبلتين للخطوبه وهيشترهم لكم حالا دلوقتي. احنا هنسمعك على العربيه يا سيد ابراهيم. يلا قدامي. يلا يلا. منى الزمن فهمني حاجات كتير كان صعب عليا افهمها واقدرها في الوقت اللي كنت فيه ايام ما اتطلقنا. ممكن اصلح غلطتي. كتر خيرك. افهم من كده انك موافقه اني انا اتجوز تاني؟ ما اقدرش اخدعك مرتين، زمان ودلوقتي. انا لسه بحب محمود. انا عايشه بامل ان يكون ليا في الاخره اللي ما كانش ليا في الدنيا. عن اذنك. مع السلامه. رأيت مغيبه وراء الأفق فاذكريني.